السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مشاهدي ومتابعي ومشتركي واللي هيشتركوا في قناتكم الحبيبة اعرف دينك. أمثال محرمة وللأسف الشديد أغلبنا يستعملها في حياته اليومية ولا ننتبه أنها محرمة شرعا. عشان كده احنا دورنا زي ما قلنا قبل كده في القناة ان احنا بندلك دايما على كل حاجة تاخد بإيدك وبإيدينا إن شاء الله للجنة، ونحن نصحح مفاهيمنا ونحن نتعلم ديننا من خلال اعرف دينك بسرعة. من الأمثلة المشهورة جدا وخصوصا الأمهات بتقولها لأولادهم الصغيرين اسم النبي حرصه وصينه. طب معلش أنا عايز أسأل سؤال، يعني اسم النبي حرصه وصينه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يصون ولا يحفظ ولا يحرص أحد، إنما الحافظ مين؟ ها الله يفتح عليك يا أختي وانت يا امي، الحافظ هو الله عز وجل، وهو خير حافظا وربك على كل شيء حفيظ. عشان كده مفيش حاجه اسمها اسم النبي حرصه وصينه. من الامثله برضو المحرمه شرعا يقول لك لا بيرحم ولا بيخلي رحمه ربنا تنزل، هذا افك عظيم، فرحمه الله عز وجل لا يستطيع احد دفعها. قال تعالى ما يفتح الله للناس من رحمه فلا ممسك لها. أيضا من الأمثلة أو من الأمثال المحرمة شرعا وللأسف مشهورة جدا وخصوصا في مجتمع الطلبة والتلاميذ، من علمني حرفا صرت له عبدا أو صرت له عبدا. تقدير العلماء طبعا فرد، لكنه لا يصل إلى مرحلة العبودية، لكن ممكن أقول إيه، صرت له محبا، صرت له أبجله أحترمه، لكن ان انا اقول صرت له عبدا، فانما لا تصرف العباده الا لمين؟ الله يبارك فيكم، الا لله عز وجل. ايضا من الامثله للاسف يعني مشهوره برضو انا عبد المامور. لا يا حبيبي انت مش عبد المامور، انت عبد لله عز وجل. فالعبوديه والامر لله عز وجل، ما ينفعش بقى انا اقول بقى ايه ده مديري قال لي حاجه وانا بنفذها فهي غلط، فواحد يكلمك يقول لك يا اخي اللي انت بتعمله ده ايه، فاقول له لا اصلا انا عبد المامور. لا يا حبيبي انت عبد لله، فمن ارضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وارضى عنه الناس، ومن اسخط الله برضا الناس سخط الله عز وجل عليه واسخط عليه الناس. ايضا من الامثله المشهوره او من الامثال المشهوره واحد يقول لك ايه، يا ده فلان مات ربنا افتكره، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا المثل يخالف قول الله عز وجل وما كان ربك نسيا، وقال الله عز وجل ولا يضل ربي ولا ينسى. يعني إيه ربنا افتكره؟ قال عز وجل لكل أجل كتاب، كل واحد فينا ليه ساعة وليه وقت هيموت فيه، ما ينفعش أقول ربنا افتكره، لأن الله عز وجل لا ينسى أحد أبدا. أيضا من الأمثال المشهورة واحد يقول لك إيه، ياه دي حاجة تأثر العمر. هو مقاس كام؟ عايز حاجه تأثر العمر، يعني ايه اللي هيأثر العمر؟ يعني هو انت واخده بالمزوره؟ لا طبعا، مفيش حاجه اسمها حاجه تأثر العمر، فهذا باطل، لان العمر محدود، فلا يستطيع اي كائن ان يقصر هذا العمر لقول الله عز وجل فاذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون. ايضا بين الناس الكلام ده مشهور بين التجار، واحد يقول لك ايه؟ يا باشا الرزق يحب الفهلوه. الرزق يا اخويا ايه؟ يحب الفهلوه. هذا خطأ بقى، فلم تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، ولا صح أن يقول مثلا إيه يعني هذا خطأ، فلأن الرزق لا يحب الخداع أصلا، الرزق ما بيحبش الخداع ولا المكر. ما تجيش تقول لي رزق يحب الفهلوة فاضحك على الناس، ما تجيش تقول لي رزق يحب الفهلوة فلو حاطط من فوق القفص من فوق يعني طماطم نظيفة ومن تحتيها بجيب البايظة وحطها لك الرزق يحب الفهلوة، لا طبعا هذا خداع ومكر ومش موجود في ديننا، وانما يحب يعني نقدر نقول ايه مثلا ايه لا يعني يجب السعي او النشاط او الاخلاص، لكن ما قلتش الرزق يحب الفهلوه. ايضا واحد يجي ميع واحد مات عنده يقول له ايه، يقوم داخل كده في العزاء ومتاثر قوي يقول له الباقيه في حياتك، مش فاهم الباقيه في حياتك، يعني هو مات ناقص عمر زي ما قلنا قبل كده مثلا والباقي ده انت اللي هتاخده؟ لا طبعا هذا خطا، فلن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، ولأن يصح أن يقول إيه بقى لما نشوف حاجة زي كده، البقاء لله، نقول إيه البقاء لله. أيضا من الأمثال المشهورة الواحد يقول لك العمل عبادة، دائما يستعمل الكلام ده اللي ما بيصليش،
قول له قوم يصلي، يقول لك اصل يا عم العمل عباده. يا عم الله يهديك، فهذا خطا جسيم. فالعمل لابد ان يكون، لا يكون بديلا للعباده ابدا، انما اي عمل بينهي او يعني بينهي عن طاعه الله عز وجل فهو عباده للشيطان وليس عباده للرحمن. طبعا من الامثال برضو المشهوره، واحد يقول لك ايه، ما ينوب المخلص الا تقطيع هدومه، في دعوة للرياء وللنفاق وترك الإخلاص وترك تغيير المنكر. يا أخي لأ، أمر بالمعروف بالمعروف وأنا عن المنكر بالمنكر. ما تقولش منوب المخلص إلا تقطع هدومه، والله إن أصابك سوء فاعلم أنك تؤجر عليه، لكن لا تترك منكر إلا وتأمر به بالمعروف وبأدب، ولو كنت فظا غليظ القلب لم فض من حولك. أيضا من أمثال المشهورة يقول لك إيه، يا عم سعل قلبك وسعل ربك. المثل ده بيجوز اقتراف المعاصي. النهارده اجي اصلي والساعه الثانيه اروح اقل ادب مثلا، اعمل حاجات تخدم ربي؟ لا طبعا. المقصود بانما ساعه وساعه في حديث حنظله، انك انت الساعه دي خليها لزوجتك، لاولادك، لاهل بيتك، لكن من الساعه الساعه نقضي ساعه في الطاعه وساعه في المعصيه. ايضا من الامثال المشهوره اللي يقول لك ايه، اللي معاه قرش يسوى قرش. ولا يا استاذ محمد مش بيقول اللي معاه قرش يسوى قرش؟ لا مش طبعا. لا مش طبعا يا محمد، ربنا يبارك فيك. لا دي دعوه للماديه، يعني انا ما اعرفش فلان غير يعني عشان معايا قرش. لا طبعا. ايضا من الامثال المشهوره، انا واخويا على ابن عمي، وانا وابن عمي على الغريب. ده دعوه للعصبيه، للتعصب، التعصب الجاهليه، وللعصبيه، للعصبيه الجاهليه. يعني انا واخويا ابن عمي وانا ابن عمي على الغريب. يا اخي لا، انت واخوك مع ابن عمك في الخير، ومع الغريب برضه في الخير، وفي الشر تنهى برضك اذا ما قلنا بالمعروف وليس بالمنكر. ايضا من الامثال المشهوره، وركز معايا فيه قوي عشان ده مشهور، ويعني يعني يعني ما علينا، يقول لك ايه، ان كان لك عند الكلب حاجه قول له يا سيدي، وتتمسكن لحد ما تتمكن. تمام كده؟ يعني ايه ان كان لك على حاجه تقول له يا سيدي؟ مش فاهم يعني. ده بيدل على الذل والانكسار لغير الله، والواجب على كل مسلم ان يطلب حاجته بعزه نفسه. ايضا من الامثال المشهوره وهنختم بيه ان شاء الله، ويا ريت يعني للاسف ده نغيره كلنا لانه دارج قوي بين الناس، كتر السلام يقل المعرفه. لا يا حبيبي، هذا خطأ كبير. فإن السنة أن يسلم المسلم على أخيه كلما لقيه، أو حال بينهما حائط أو شجرة. ما جيش يقول لي النهارده يعني كتر السلام يلي السلام يلي معرفة. لما الصحابة اللي بيبقوا ماشيين مع بعض، عندما تفرقهم شجرة فكان يلتقيان من خلفها فيسلم كل منهما على الآخر. لكن ده احنا من هنا دعوة في آخر مثل ده، إن احنا ننشر السلام بيننا وبين بعضينا. على فكرة من قناة أعرف دينك دعوة لكل العالم، انشروا السلام ما بينكم، انشروا السلام، لأن ديننا دين السلام. تحيتنا السلام، وديننا الإسلام. بل عندما ننصرف من الصلاة ننصرف بالتسليم، والملائكة يوم القيامة تستقبلنا بالسلام، تحيتهم يوم يلقونه سلام. أسأل الله أن يعم السلام على ظهر هذه الأرض. بحبكم في الله، ولا انسى قبل ما اسيبكم ان احنا نشترك في القناه، وان احنا نشير الحلقه دي لاكبر عدد من اصحابنا واحبابنا، حتى يكون انتم السبب في نشر الدين زي ما احنا ما تعودنا. بحبكم في الله، وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. لا تنسى مشاركه الفيديو حتى يستفيد كل مسلم، مع قناه اعرف دينك.